ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل حاجه سريعه كده، هنعمل البطاطس الفريسكس. طبعا كلنا بنحبها، هنعملها بطريقه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. معايا بطاطس، انا بحب ان انا اقطعها تخين كده، اقطعوا التقطيع اللي انتوا تحبوها. هحط لها بس معلقتين خل، الخل ده بيخليها تقرمش. هعمل الكفر بتاعها. معايا كوبايه دقيق، هحط له معلقه كبيره من البقسماط. هحط لها البهارات، هحط توم باودر وبصل باودر، وهحط بابريكا ورشة كركم صغيرة وفلفل اسود. لو حابين تضيفوا اي بهارات تانية براحتكم. وهحط الملح، هزود لها مية، انا عايزاها تبقى شبه عجينة الكريب، مش هحط المية كلها مرة واحدة. ده السمك اهو، هحط البطاطس فيها اهو، وانا حاطه زيت على النار يسخن. الزيت سخن اهو، هحطها. البطاطس اهي خلاص، هطلعها. بصوا لونها حلوة جدا. انا طلعت البطاطس، هحط غيرها. البطاطس دي سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت خالص، وهعمل كمان معاكم صوص هيعجبكم جدا. انا لما بحطها في الزيت مش بقلب فيها خالص. هنعمل صوص مع البطاطس، دول معلقتين كاتشب، هحط معاهم معلقتين كبار زبادي، وهحط معلقتين كبار مايونيز، انا عندي مايونيز اكياس، وهحط خيار مخلل. الصوص ده بيبقى حلو جدا، جربوها هيعجبكم جدا ان شاء الله. البطاطس اهي انا خلصتها، حلوة جدا. اللي بيخلي لونها ذهبي كده رشة الكركم، مقرمشة من بره وطرية من جوه، حلوة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، والصوص كمان بتاعها دوت انا بحبه قوي، جربوها يعجبكم برضو. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.